المشهد الطبيعي هو أن يضع الوالد ابنته في حضنه ويخبرها قصة خيالية عن سندريلا أو عن الجميلة والوحش أو الأميرة النائمة، لكن المخالف للطبيعة أن يصبح الأب وحشاً يحول ابنته الجميلة إلى أميرة ميتة. أنت فاطمة ليش رايحة للمتخزي؟ وين؟ تتعجب إني لمن دمشق وأنت صغيرة عمرك 9 سنوات؟ ما تخلي هذا الأمر للرجال. الرجال هربوا؟ طلعوا الباصات الخضر؟ أنت بتسمي حالك يدلوكي ويتصفوكي للكفار؟ لا. بدك تخطيهم ما؟ نحن دين عزة مو دين زلة مو هيك؟ إسلام 7 سنوات وفاطمة 8 سنوات. يفاخر الوالد المزعوم المدعو عبد الرحمن شداد بإرسالهما لتنفيذ عملية انتحارية والوجهة دمشق. يسأل الإرهابي طفلتيه إذا كانتا خائفتين قبل الذهاب للقاء الله بحسب قوله، تحاولان الإجابة لكن الخوف في قلبيهما الصغيرين يتغلب على القمع الفكري الوحشي، فتخرج كلماتهما ثقيلة مؤلمة تدعك حائرا أمام هذا النوع من الإجرام. لا حبيبي، أنت راح تنزل لنا اليوم؟ خافي منه؟ ما خافي مو؟ بل أنت راح عند الله مو هيك؟ شريط فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شداد مع ابنتيه قبل العملية الانتحارية المخطط لها، ليعود في شريط آخر ويشرح أن ابنته فاطمة هي التي فجرت نفسها في مركز الشرطة في منطقة الميدان بالعاصمة السورية دمشق يوم الجمعة الماضي. 8 ساعتين نحن محتارين، هل هي وقعت أسيرة؟ شو صار فيها؟ سبحان الله، أن طفل عمره 9 سنوات ليش ما فجرت؟ شو صار معه؟ نحن بعنا لله والله اشترى، ونحن رضينا بما قدر الله قدر الله علينا. فسبحان الله بعد ساعتين نسمع صوت تفجير لأنه نفذت بقسم شرطة الميدان. ولا تكتمل بشاعة الصورة من دون دور الأم ببرودة أعصاب تودع طفلتيها مبررة أن لا أحد صغير على الجهاد. شو عم تبرحتي بناتك يا ابن عمر؟ 1 و9 سنوات 1 و7 سنوات صغار على الجهاد هذول. ما في حدا صغير، لأنه هلا الجهاد فرض على كل مسلم كبير وصغير نساء رجال. صدقتي. قضت فاطمة إذن وبقيت إسلام تنتظر ربما دورها لعملية إرهابية أخرى يرميها فيها والدها. هي مرحلة من الإجرام باتت فيها الطفولة على مذبح المجموعات المسلحة التي لم يتوانى الغرب وما زال يدافع عنها. تقدموا بابا، تقدموا، اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. الله يتقبل منكم يا بابا.